معنا من القاهرة مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. سيد رامي عبد الرحمن، ماذا حدث لهذه الناقلة؟ يعني إذا تقول المصادر يستبعد أن يكون الخلل فنيا، هل يعني ذلك أن نستنتج بأن أمرا تخريبيا حدث؟ نعم مساء الخير. نحن نتحدث عن خبرين منفصلين، نتحدث عن الناقلة التي انفجرت في شهر نيسان أبريل الفائت، ونتحدث عن السفينة التجارية التي انفجرت أو التي احترقت اليوم في ميناء اللاذقية، ولا ندري حتى اللحظة لمن تعود هذه السفينة. كان هناك إصابات في صفوف العاملين في هذه السفينة، كانت هناك خسائر مادية كبيرة، ولكن إذا علمنا لمن تعود هذه السفينة نستطيع القول بأنها كان هذا الحريق مدبر من عدمه، لأنه حتى في حادث احتراق ناقلة النفط الإيرانية التي كانت آتية من إيران والتي اعتقدت كانت ترفع على الدولة الأخرى، عندما قتل ثلاثة في شهر نيسان أبريل الفائت كان نتيجة عملية احتيال وسرقة النفط. بعد ذلك جرى تفجير الناقلة من قبل الذين سرقوا النفط العاملين مع إيران والنظام، وأحرقوا السفينة أو فجروا السفينة أحد الخزانات للتغطية على سرقة النفط. اليوم حتى اللحظة هناك إصابتين على الأقل، وهناك سيطرة على الحريق الذي وقع في سفينة تجارية كانت ترسو في ميناء اللاذقية. يعني الحادثان يعني يفصل بينهما أشهر. خلينا نتحدث عن ما حدث لناقلة النفط القادمة من إيران والتي موجودة في مصب النفط في بنياس الساحلية. تعتقد بأن هذه السفينة القادمة من إيران تم تفجيرها أيضا؟ يعني السفينة التي كانت طائرة من إيران، من خلال المعلومات التي تمكننا من تحقق منها وتوثيقها، جرى تفجيرها من قبل الذين قاموا بسرقة النفط بعد تفريغ غالبية النفط وسرقة أحد خزانات النفط التي كان عند السفينة، من بالتعامل مع ضباط من قبل النظام، من التعامل مع عاملين في مصفات النفط. جرى إحراق أحد الخزانات للقول بأن النفط احترق داخل هذا الخزان. وهينها لا ممكن توضح أكثر سيد رامي، سيد رامي عبد الرحمن، ممكن أن توضح أكثر حتى تتضح الصورة لمن يسمعنا. هذه السفينة ملك لمن؟ هي لإيران، ترفع علم دولة أخرى ولا ترفع العلم الإيراني. عندما دخلت يعني أتت بالنفط الإيراني إلى ميناء بانياس كانت ليست السفينة الأولى التي تأتي من إيران، وعندما جرى إفراز النفط وبقي قليل من النفط بأحد الخزانات جرى تفجير أحد الخزانات للقول بأنها استهدفت أو جرى يعني نتيجة خلل فني، قتل ثلاثة حينها. لكن العملية كانت من أجل التغطية على سرقة النفط الذي كان موجود بأحد خزانات السفينة الإيرانية. شكرا لك مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن من القاهرة. شكرا.